الرحيم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اتبع هديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين ثم أما بعد نواصل إن شاء الله تعالى قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب رياض الصالحين وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى باب وجوب أمره أهله وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة. إذن هذه الترجمة وضعها الإمام النووي على هذا الباب الذي جمع فيه مجموعة من الأحاديث كالأدلة عليه، فقال باب وجوب، وكلمة وجوب هنا يعني أن الواجب هو الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه، أي أن هذه الأمور أمور حتم وأمور إيجاب وليست يعني ليس للمكلف فيها الخيار أن يفعلها أو لا يفعلها، بل يجب عليه فعلها وإذا لم يفعلها فهو آثم. باب وجوب أمره أهله وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، أي أن الرجل مأمور أمره الله عز وجل بأن يأمر أهله، والأهل تطلق على الزوجة والأولاد. الزوجة والأولاد، الأولاد يعني ذكورهم وإناثهم، أي أن الرجل مطالب شرعا ومأمور شرعا وواجب عليه أن يأمر زوجته وأولاده أن يأمرهم بالأوامر الشرعية بطاعة الله عز وجل وينهاهم عن الأشياء التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها إذا كانت هذه الأشياء فيها مخالفة للشرع، فمن تمام مسؤوليته أن يأمر وينهى أهله أو أهل بيته، يأمرهم بما أمرهم الله به وينهاهم عما نهاهم الله عنه. وكعادته صدر هذا الباب بآيتين، الآية الأولى وهي قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ربنا سبحانه وتعالى يعني يأمر يعني بالأمر أن يأمر الرجل أهله بالصلاة كما يفسرها الأحاديث التي أتى بها بعد أو تحت هذه الآيات، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. نعم، الأمر أي ليس فقط أن تلتزم أنت بالصلاة، بل مأمور أنت بأن تأمر أهلك بالصلاة والحفاظ عليها وتصبر على ذلك. وقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والوقاية من النار تكون بحثهم على طاعة الله واجتناب معصية الله، لأن فعل الطاعة واجتناب المعصية هو الذي يحقق مرضات الله عز وجل، وفي مرضات الله النجاة من النار. فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ثم أتى بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن ابن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، حسن، قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه. سيدنا الحسن ابن علي وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع زكاة التمر في المسجد، في المسجد النبوي، لأنه هذه التفاصيل توجد في روايات أخرى. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع أو يقسم تمر الصدقة، الصدقة هنا بمعنى الزكاة الواجبة، لأن كلمة الصدقة تعم الزكاة الواجبة وتعم الصدقة التي هي مندوبة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل في سورة براءة: خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة هنا بمعنى الفرض وليس النفل كما قد يتبادر إلى الذهن. فالتمر هنا هو تمر الزكاة، دل على ذلك أحاديث أخرى جاءت في نفس هذا الباب وهذا الموضوع. قال: الحسن أخذ تمرة من مال الزكاة ووضعها في فمه، وكان الحسن هنا غلاما يعني قبل سن البلوغ ما زال صغيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، أو في بعض الألفاظ الأخرى جاءت بالفتح وبالكسر، يعني قلوا كخ كخ وقلوا كخ كخ، حتى في العالم يقولوها هذه عندما يتناول الطفل شيئا مستقذرا، شيئا مستقذرا، فإن الوالد أو الوالدة عندما تكون بجانبه وتريد أن يرمي ابنها هذا بفمه تقول هذه العبارة الصحيح فيها بالفتح وبالكسر، مع
إسكان الخاء، فنقول كخ كخ ونقول كخ كخ، وضبطها في هذا الكتاب الذي أقرأه الآن بالضبط هو خطأ، لا 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 يقال كخ لأنها لا تثبت في اللغة، وإنما الصحيح هي كخ كخ أو كخ كخ أو كخ كخ أو كخ كخ، يعني وجدت في هذه الألفاظ الأربعة، وهي أصلها كلمة ليست عربية كما قال الداودي الجزائري في أول ما شرع صحيح البخاري، قال هي كلمة أعجمية ثم عربت أي صارت عربية، وهذه الكلمة تقال عندما نريد أن نأمر الطفل بإلقاء شيء مستقذر، شيء منهز، حاجة مثلا قذرة متوسخة وحاطها فمك كلها كخ كخ بمعنى أرميها من فمك، لكن النبي هنا استعملها على ما هو مستقذر شرعا، اللي هو ماذا؟ المحرم، الشيء المحرم، لأن الصدقة اللي هي الزكاة محرمة على رسول الله وعلى آل بيت رسول الله والحسن من آل بيت رسول الله، إذا أن يأكل من الزكاة فهذا حرام عليه، والطفل هنا الحسن لم يكن بالغا، لم يكن مكلفا، هو غير معني بالتكليفات الشرعية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن الزكاة حرام عليه وعلى أهل بيته من واجبه في لوقاية أهل البيت أن ينهاه عما هو محرم عليه، فقال له كخ كخ أو كخ كخ أو كخ كخ بهذه العبارة حتى يلقي الحسن تلك التمرة التي لا تجوز له من فمه، بل في بعض الألفاظ جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل إصبعه في فم الحسن ثم استخرج هذه التمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ أما علمت ارمي بها هو أمر حتى يرويها من فمه، ثم قال له أما علمت أن لا نأكل الصدقة، أي أن أي النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته لا نأكل الصدقة، وهذه العبارة أما علمت أن لا نأكل الصدقة قال الشراح تقال في الأمر الواضح التحريم، الأمر الواضح يقول أما علمت أما سمعت، لأن هذا الأمر واضح أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم مثل النبي صلى الله عليه وسلم محرمة عليهم الصدقات أي الزكوات لأنها أوساخ الناس كما جاء في بعض الأحاديث، وبالتالي حرمت أو حرمها الله سبحانه وتعالى عليهم، وجاء في الحديث الآخر إنا لنورث وما تركناه صدقة، فكذلك من خصائص الأنبياء أنهم لا يورثون، فبالهم لا يرثه أهلهم وإنما هو صدقة على المسلمين، فالحديث هذا صحيح، وفي رواية إنا لا تحل لنا الصدقة، لا تحل لنا الصدقة، وقوله كخ كخ قال يقال هذه الكلمة لزجر الصبي عن المستنقرات، وكان الحسن عند ذلك صبيا أي صغيرا، فالشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الحسن تناول شيئا محرما عليه، وقلنا أن الزكاة أو الصدقات هنا المفروضة محرمة على رسول الله وعلى آل بيت رسول الله، وعندنا عند الإمام مالك أن آل بيت رسول الله الذين تحرم عليهم الصدقة هم آل هاشم أو بنو هاشم خاصة، بنو هاشم يعني بنو هاشم كل من تفرع من هاشم من أولاده وولد ولده يعتبر من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يحرم أو تحرم عليه الزكاة ولا يأخذ الزكاة ولا تصرف لها، والشافعي قال أن آل بيت رسول الله ليس بنو هاشم فقط بل بنو هاشم وبنو المطلب، والإمام الشافعي أسس هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آل أو بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، فقال الشافعية أو الشافعي والتابعة أن آل بيت رسول الله هم بنو هاشم وبنو المطلب، أما الإمام مالك قالوا بنو هاشم فقط هم الذين تحرم عليهم هذه الزكاة، فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحسنة عن الأكل من الزكاة لأن الأكل من الزكاة محرم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته، والحسن هو حفيد النبي صلى الله عليه وسلم وقطعا من آل بيته، لذلك لما رآه وضع شيئا محرما عليه في فمه مع أنه غير مكلف شرعا، ولو أكلها لا يأثم لأنه رفع قلمه على ثلاثة على الصبي حتى يحترم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك حتى يتدرب على مجاهدة ما حرم الله سبحانه وتعالى، لأنه يخلي ياكل الحرام الصغير وهو صغير لما يكبر يوالف عن أكل الحرام، يوالف على معصية الله سبحانه وتعالى ويصعب تربيته بعد ذلك، فأدبه النبي بهذا الأدب ونهاه عن أكل هذا المستقذر شرعا أو هذا المحرم شرعا. الحديث الثاني وهو عن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من زوجته أم
سلمة ربيع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت غلاما في حجرك. وهذه كلمة تقال حجر وحجر، إذا كان قلنا حجر معناها في تربية، فلان تربى مثلا رباه فلان يقول لو تربى في حجره أي في تربيته وفي أمره ونهيه وتأديبه وفي بيته، يقولوا في الحجر يقصد بها الثوب والفخر، فباش فضل يعني في حجر. ربما واحد لما يقرأ هذا الحديث يقول كنت غلاما في حجر بمعنى في شكون، كما يقول بعامية في شكون النبي صلى الله عليه وسلم، لا المقصود هنا في حجر أي في تربيته. ولما كان النبي يشمله بتربيته كان كأنه محجور عليه، كأن النبي حاجر عليه وبني عليه الجدار يمنعه من ارتكاب المحرمات ومن التقصير في الواجبات، لأن التربية هي هذا، التربية أن تمنع المتربي من أن يترك واجبا أو أن يفعل محرما، هذه التربية. التربية لما يكون واحد يربي في ولده وش معناه؟ قاعد يشوف فيه يربي فيه. إذا كان قصر في واجب يقول له افعل، وإذا كان ارتكب محرم ينهى، هذه التربية. فيكون هذا المتربي وكأنه محجور عليه، كأن المربي بني عن نحير حتى لا يقع في معصية الله ولا يقع في المعايب ولا يفعل من الأشياء المحرمة أو التي تعاب عقلا وعرفا. ولذلك كان في حجر النبي، أي كان الذي يربيه ويؤدبه هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا لأنه نبي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ابن زوجته أم سلمة. ولذلك قال كنت غلاما في حجر رسول الله وكانت يدي تطيش في الصحفة، كانت يدي تطيش في الصحفة، كان لما يحط الناكلة الصحفة هي القصعة، قال العلماء الصحفة هي القصعة التي تشبع خمسة من الرجال، قصعة باي خمسة تكفي خمسة من الرجال تتشبعها، هذه يسموها صحفة. وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني لما يتحط الطعام إذا كانت تجول في الصحفة كل مرة يزمن هنا مرة يزمن هنا مرة، يعني لا يلتزم فقط بأن يأكل مما يلي، بل كان مرة يأكل قدام هذا مرة يأكل هذا، طبعا سوء أدب، والطفل لابد أن يربى على أنه يأكل من أمامه، يعني مما يليه كما جاء في الحديث. قال فكانت يدي تطيش في الصحفة، أي تجول وتسرع وتخف في الصحفة. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله، سمي الله عندما تأتي للأكل قل بسم الله. وبعضهم قال يستحسن، كان النووي قال يستحسن أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بعضهم قال بسم الله. والأدلة كلها على أن المطلوب في الأكل هو التسمية بسم الله فقط، لكن النووي رحمه الله قال الأفضل والمستحب أن يكمل يقول بسم الله الرحمن الرحيم. جاء محمد الغزالي في كتاب الإحياء قال شيء آخر، قال بل المستحسن أن يقول بسم الله عند اللقمة الأولى، بسم الله الرحمن عند اللقمة الثانية، وبسم الله الرحمن الرحيم عند اللقمة الثانية. لكن كلام النووي وكلام محمد الغزالي لا دليل عليه، إنما هو استحسان من عند أنفسهما. أما الدليل فهو مع التسمية والتسمية، نقول سمى فلان إذا قال باسمي بسم الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سمي الله قل بسم الله وكل من بيمينك، كل بيدك اليمين، أي لا تأكل بشمالك بيسارك. بعض الناس الآن تلقاه يشوف ولده ياكل عام، ولا أنت تأكل باليسار وهو ياكل عادي، ياكل عادي يعني ابنه ياكل بالشمال، وبعد الابن هذا إذا كان كبر وهو ياكل بالشمال صعب جدا أنه بعد ذلك ياكل باليمين. وشوف فيه في شيء مخالف للأدب ومخالف للهدي النبوي، ولا يقوم بواجب التربية ولا يقوم بالواجب اللي هو فيه الأمر بطاعة الله والنهي عن معصية الله اللي هي موضوع هذا الباب. ولذلك النبي لما رأى هذا يأكل بشمالك كل بيمينك، وفي بعض الأحاديث الأخرى أن النبي رأى رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، قالت فما رفع يده إلى فمه بعد ذلك. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما كان النبي ليدعو عليه لو كان يعلم أنه لا يستطيع. مستحيل النبي يظلمه، لو كان النبي يعلم أن هذا الرجل لا يستطيع أن يأكل بيمينه لما دعا عليه، فقال ما استطعت، قال فما رفع يده إلى فيه بعد ذلك. بل إن امرأة أبي هذه أم سبيعة هذه رآها النبي وهي تأكل بشمالها، قال فدعا عليها النبي صلى الله عليه وسلم في داء غزة، قال أصابها داء غزة، فقالت فيها المرأة قالت فيها قرحة يا رسول الله، قال وإن قالوا رأيتها مجروحة شوية ولا كذا، قال حتى وإن كانت تلوها مجروحة تأكل بيمينه. قال فلما عاشت وكبرت مرت بغزة فأصابها الطاعون فماتت بطاعون غزة، فاستجاب فيها ربنا سبحانه وتعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأمر حتى اللي قالوا أن الأكل باليمين
باليمين والاكل بالشمال ماهوش محرم ولكن مستحب ياكل باليمين. قالوا العلماء لا، لو كان الامر فقط مستحبا او مكروها لما دعا النبي على ما خالف. هذا يدل على ان الاكل باليمين واجب والتسميه عند الاكل واجب وغير ذلك من الاداب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال وكانت يدي تطيش في الصحفه فقال لي رسول الله يا غلام، والغلام هو الصبي قبل البلوغ، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك كل مما هو امامك، نعم، ولا تاكل من هنا ومن هنا. فما زالت تلك طعمتي، نعم، فما زالت تلك طعمتي بعد هذا الصبي كل، فما زالت تلك طعمتي اي تلك طريقتي في الاكل والطعام، لان النبي هو الذي علمنيها وهو الذي ادبني بها. ولذلك ينبغي يعني للكبار للاباء للوالدين للامهات ان يربوا ابنائهم على هذه الاداب التي ادب بها النبي صلى الله عليه وسلم، ذلكم من الجيل الفاضل يعني جيل الصحابه، ومنهم نقلت الينا هذه الاداب وهذه الاخلاق الساميه التي جاء بها كتاب ربنا سبحانه وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا وان يهدي بنا وان يجعلنا سببا لمن اهتدى وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. واخر دعوانا.